أحلام بسيطة تبعثرت في زحمة نظرات ضائعة في زمن تتطلع فيه المرأة المغربية للخروج من الانتظار، حتى وإن كان هذا الخروج عن طريق السينما. صفحة جديدة تفتحها مخرجات مغربيات شابات هنا ببروكسل لتقريب المجتمع الأوروبي من وضعية المرأة في المغرب بطريقة فنية. كل هؤلاء العاملون في السينما يحاولون القول بأن المغرب يتحرك نحو الأفضل، وخاصة في المجال الثقافي. من خلال هذا الحدث نحاول أن نتعرف على المغرب المتنوع سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وأمنيا. من المدينة الحمراء مراكش إلى بروكسل حطت مخرجتين شابتين مغربيتين رحالهما، والهدف عرض فيلمين قصيرين كان بمثابة مشروع التخرج. جينا اليوم باش نقدموا الأفلام القصيرة ديالنا ديال فان ديتود في البارلمان الأوروبيان. كنمثلوا كلكو سورت لا فام ماروكين في السينما. أعتقد أنه بفضل السينما تصل الرسائل بطريقة أسهل أكثر من الرسائل السياسية. رسائل سينمائية من توقيع مخرجات شابات يضئن بها القاعات السينمائية خارج الحدود، لعلها تغير نظرة الغرب عن المرأة المغربية.